اهلا وسهلا. يلا ثواني بلبس وبنزل سوا. يا بيي شو انك قويه، يعني وقت في تصليح معلش يفوت، اما هلا ما في تصليح. لك لا مو هيك قصدي، اذا بدك فوت بس انا مشان البيت اللذيذ تبعي قايم قاعد، لانه فوت فوت. ليه ما طلعتي وحكيتيني الصبح لما مريت؟ ما كنت بالبيت. سمعت صوتك. انا صوتي سمعته؟ بالمنام يمكن سمعته. ليه مثلا يعني ما اطلع شوفك؟ والله ما بعرف، بس انا مأكد انه سمعت صوت حدا بالبيت. قررت انه انا هذا الحدا اللي انت سمعت صوته بالبيت. يعني ببساطة اذا ما بدي شوفك بقول لك. طيب اوكي يلا البسي عجلي. حيرتني ها؟ بدك ننزل ولا بدك نقعد هون؟ والله انت اللي حيرتيني. بشو؟ قلي شو بدك بريحك. مش هلا بعد بكير. حكيت مع اماني و... على شو بعد بكير؟ انا مأكد 100% ان صوتك اللي كان الصبح. عجد ولد. هلا اذا الواحد بده يقول حتى اذا كنت واثق 100% انه انا كنت بالبيت، ما بصير تقول لي هيك، ما بصير تكذبني عينك عينك. قلت لك شو بدك بريحك. وانا مش عامل ارتاح. ليكي شو رايك نبقى اليوم بالبيت؟ والله مليت من المطاعم. نبقى مثل ما بدك، نحن عنا هون في ماتي، في شاي، في بس. وافقت. طيب صحيح حكينا انا واماني واتفقنا بكره نطلع لعند سعد على البيت المساء. كثير منيح. ليه عندك مشكلة اني اصغر منك 10 سنين؟ انه مين اللي قرر قدي لازم يكون الفرق بين الشاب والمرأة؟ المرأة بتتقارن بالرجال والشاب بيتقارن بالبنت. حتى انت احساسك من جوا هيك عم يقول صح؟ ما تقوليني شي ما قلته. تشرب ماتي؟ شوف لي هاي وهاي وهاي. اكلت 100. ايه لا عم تمزح. لا ما عم بمزح ليك. لا حبيبتي عم تغشي ليك وعد الورق. مش زيفت امع انت غشاشة على فكرة، كتير غشاشة. لا عم تضحكي. لانه شوي تاني حنلعب خمسات. ايه وشو المانع؟ ما زلنا عم نضحك. ليه لا يا ستي عن جد نحن العرب فظيعين، انه هيك مننبش عنك التنبيش. هلا انت مبسوطة او لا؟ كيفة؟ خلاص لك انا كفي لعب، يلا رجعي فتي. ما بدي العب معك انت يا غشاش. يا حبيبتي مش انا الغشاش، انت اللي مش عارفة كيف عم تفتي. خلصينا. مساء الخير. اهلين. تعي تعي العبي معنا تعي. لا معلش مرة تانية، تعبانة وبدي نام. تصبحوا على خير. ريما؟ ريما مش هيك؟ شو رأيك نطلع أنا وأنت وهنادي نتعشى هيك بشي محل؟ كمان مرة تانية. بس الله يخليكم وطوا صوتكم لأني ضايشة كتير. ايه شكلها انزعجت من وجودي معاك. طنشها طنشها. لا لا شو طنشها، ليكي أمي 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 ننزل أمي. ليك خلص روح أنت وأنا بشوف شو بها وبحكي معك. طيب وينه؟ راح. ليش؟ أنا بس قلت لكم وطوا صوتكم. أنا بدي تتمني لي الخير من جوا. تركيني. أنا بس بدي أفهم شغلة. مو أنت اللي قلتي لي ما في مشكلة إذا كان أصغر مني؟ ما عم بحسن شوف. اثنين مبسوطين مع بعض. هي مو جديدة. هنادي. ليش هيك أنا؟ ما بعرف. أنت بتعرفي. وينه؟ بعته على قهوة الروضة، شغلة جديدة بالنسبة له بينبسط. نادي بيجي يوم تتحسن فيه أموري؟ بجوز بكرة، بجوز بعد شهر، بجوز بعد سنة، بجوز ما يجي هذا اليوم أبدا. تبقى تخليني أشوفكم مع بعض.
أنا عم بكره حتى إني أشوف أي اثنين مبسوطين. أنا بسألك فيني أقول هالحكي؟ ما بدي أذيكي. ما رح تأذيني. شو عرفك؟ ليك لينا كمان كانت رفيقتنا وأذيتها. بعرفها. رح تأذيني. يا سادة يا كرام. والله ما توقعت هالنبالة من ألهام. أنتوا عن جد أصدقاء بينشد فيكم الزهر. لك أبشر أبو السعود أبشر. أنت ليش كان يا شباب؟ شلون يعني ليش كان؟ قوم ارقص على الطاولة مثلاً. لا. أي طارق. مرحبا. أهلين أبو طوق. تفضل تفضل تفضل. أوه. هاتوا الشدة لكم يلا. أنا كان وطارق عميان. وين الراكب الرابع بدك تلعب شدة؟ أدهم. لا لحظة. لا تقلي أدهم عند لانا. لا. أدهم عند لانا. سجل يا الله والله العظيم. شباب انا اليوم خطبت وانا حابب اخطب على فكره. وانا كل اللي غبته عنكم اسبوعين شو صار؟ انت بالضبط شو حكيتي مع اختي؟ اللي قلت لك يا بعدين شو عم يقول الدكتور ماجد؟ كانوا بالمشفى اليوم عم يباركوا لك وانا واقف قدامه هيك عم ببتسم وعم هز براسي. عم يباركوا لي الي؟ ايه قالوا خطبتي لطارق. يا ألف مبروك بس تاني مرة حطي ورقة على البراد وكبري الخط. ما هيك القصة بابا. بس ثلاث دكاترة من المستشفى اتصلوا فيني عم يباركوا لي ولا كلمة. بس أنا حكيت لك عنه وقلت لك إني معجبة فيه. بابا أنا ما عندي مشكلة بس أنا خايف من تسرعك. ما صار لك بالمستشفى كم شهر؟ أنت بتعرفيه من قبل شيء؟ لا بس يعني بابا بالمنطق إذا بده يخطبني ما بده يفتح معي الموضوع بالأول وبعدين يجي يحكي معك. هلا بالمنطق لازم تنزلي معي على العيادة وتحكي لي عنه بالتفصيل وبالمنطق لازم نسأل عنه وعن اسم عيلته قبل ما نتصرف أي تصرف. إن شاء الله حاجة منطق بابا ولا تنزلني معك على العيادة. معناها بالمنطق رح تضلي سهرانة لبين ما أرجع. اليوم ما رح أروح على القهوة طريني. باي حبيبي. باي. أماني نايمة؟ أماني شو بكي؟ أماني بابا بكي. أعطيني أي شيء نزل لي حرارتي واتصلي بسامر من موبايلي إلى يجي بسرعة. هلأ الساعة 10 بدك تنزلي مشان